خلينا دلوقتي معانا على سكايب بنتكلم عن المحترفين، واحنا عندنا 2 من لعيبتنا المحترفين في اليونان، يعني عندنا ورده وعندنا احمد حسن كوكا معانا على سكايب. طبعا معانا علي غزال كمان في لارسا. علي غزال بالظبط. بيتروس كوستاس ده طبعا مذيع وصحفي شهير جدا جدا هناك في اليونان، معانا على سكايب يكون موجود معانا نتناقش معاه في بعض النقاط المهمه. برحب بيك، اهلا بيك معانا في البيت الكبير وفي مصر في النادي الاهلي. اهلا بك وشكرا على الاستضافه. طبعا اولا لازم حضرتك موجود نسالك على الاثنين محترفين، يمكن احمد حسن كوكا وعمرو ورده. احمد حسن كوكا بشكل خاص اعتقد ان هو استقر في اولمبيكوس، لكن عايزين نعرف عمرو ورده فين، لان لغايه دلوقتي ما نعرفش عمرو ورده متواجد، هل متواجد في اليونان، هل في تعاقد معاه داخل اليونان او خارج اليونان. نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر عن عمرو ورده. لدينا أنباء جديدة على عمرو وردة، لأن آخر معلومة أنه سافر إلى قبرص اليوم وأنه ذهب لمناقشة بعض الأمور مع فريق قبرص للعب في الموسم القادم. هل هذا سيكون انتقال أو على سبيل الإعارة؟ لأنه لديه عام واحد فقط في الاتفاق لديه، وقد سافر اليوم إلى قبرص، وسنعرف إذا ما كان سيلعب لقبرص. صحيح. على الجانب الآخر تفضل. على الجانب الآخر أحمد حسن كوكا بيأدي بشكل جيد جدا في الموسم اللي فات، بيحرز أهداف حتى على مستوى الدوري، ظهر بشكل مميز خاصة في الأسابيع الأخيرة. وجوده في أولمبيكوس طبعا بيلعب في الشامبيونز ليج السنة اللي جاية، شايف وجود أحمد حسن كوكا، أعتقد عمل عقد لمدة 2 سنين مع أولمبيكوس، وجود أحمد حسن كوكا في اليونان ومستواه في الفترة الأخيرة. نحن نعرف أن منذ عدة أيام أنه جدد عقده مع الفريق، فهو لاعب متميز وجيد جدا، ونحن نرى أنه لديه فرص كثيرة مع الفريق، فهو لديه صفات هامة جدا وجيدة جدا مع الفريق، وأحرز نتائج جيدة، وسيكون لاعب مميز وهام للفريق. خلينا نتكلم على المستوى المنتخب اليونان. احنا منتخب اليونان طبعا من المنتخبات الأوروبية اللي يعني بلغة الكرة كده كل الجماهير بتحب الكرة في اليونان، ودايما منتخب اليونان بيقدم كرة جيدة. لكن خلينا أقول النتائج الأخيرة لمنتخب اليونان، يعني كان المدرب الألماني سكايبا كان موجود. هل منتخب هيتأثر برحيل المدرب الألماني الفترة اللي جاية بعد التذبذب المستوى في المنتخب اليوناني؟ تتحدث عن المنتخب الوطني؟ أكيد منتخب الوطني اليوناني. نعم، ده المنتخب الوطني سيكون لديه بداية جيدة مع المدرب الهولندي، وسيدعم الفريق ببعض اللعيبة الصغار الجدد وأيضا بعض الأسماء الكبيرة، سيتم دعم الفريق بهم. لا أعرف إذا كانوا سيعودون، ولكن هناك خطة لتجديد الفريق ودعمه باللاعبين الجدد ليشاركوا في المباريات القادمة، لأن اليونان لم يحرزوا نتائج هامة جدا، لهذا هم يحاولون أن يستعيدوا مكانتهم. معنا طبعا صديقك عمر البنوبي موجود معنا هنا في قناة النادي الأهلي، وعايز برضو يطرح بعض الأسئلة أو يسلم عليك ويطرح سؤال أو اتنين عليك. اتفضل يا عمر. يعني يا كابتن هاني، انا بوجه له سؤال لان هو من اهم الصحفيين اللي بيغطوا نادي باوك في اليونان اللي هو موجود فيه عمرو ورده. يمكن انا عرفت قبل الهوا من عمرو ورده شخصيا ان هو فعلا موجود في قبرص دلوقتي.
فهل التوقع مستر كوستس انه ورده يلعب لأمونيا نيكوسيا لانه هيلعب دوري ابطال اوروبا، قدر يتاهل بعد ما كسب ليجيا وارسو البولندي، ولا هيكون في فريق تاني بيكون بيلعب يوروبا ليج؟ ايه التوقع الارجح او الاقرب انه يكون موجود في أمونيا نيكوسيا ولا ابولون ليمسول او انورثوس فاماجوستا مثلا؟ اعتقد ان الارجح هو فريق أمونيا، لان لديه وضع قوي جدا في الفتره القادمه، وفازوا في مباريات كثيره، ويودون ضم عمرو ورده، واعتقد ان عمرو ورده يود ان يلعب معهم، لأن هذه من أحلامه وطموحاته الكبيرة في الفترة القادمة. فأعتقد هناك إمكانية أو سيعود إلى المنتخب الوطني، ولكن أعتقد أنه سيود أن يلعب في هذه وفي إطار هذه الاستعدادات، لأنه سيستعد بالكثير من التدريبات. فأعتقد أن هذا عرض جيد جدا لعمرو وردة، فهو لاعب جيد، ولكن عليه أن يسيطر على نفسه، فسيستطيع أن يحرز نتائج هائلة. احنا طبعا في النهاية بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله على تواصل دايما للاطمئنان على لاعبتنا الدوليين المحترفين في الدوري اليوناني. شكرا جزيلا.